ماما زين فتحت فيا اللي جاي من دور انضم على بابك يا رئيسة ولي الشغل ومراه انا مريد معنوي يا سيدي خليل والكي منها من اسواني الشغل منها من اسواني ومولعني ومخلي الفكر شاغلني شويه امام شاحن على غلبان شويه عايزك تموت خالص الشغل معاك يا ماما زينه بلا سوع المريد وبنشغل الفكر للعقل ولا الحب شاغلني ازاي اخش ساحتها وانضار ده هي فتحة تكية للي جاي من دار خاشة فيه وخاشة سمير وخاشة صافي نتخلف نعرف نتخلف شغل حنية ولا شغل ترقية ولا شغل فيا ولا فيك ولا ايه الحكاية بالظبط هل تروايح المدد يا ولا من عندها مرسية الاحباب اللي صلى العصر عندها يا ولا كان عند سيدنا الحسين مفتاح الأولية في ايديها هي ام العوارض هي المشيرة هي المحكمة احكامها عالمة صبرة واحنا بننفذ يا سقي المشارب واللي كان عايز شارف من حب القطرة يا ماما مشغل الفكر وانا عابس كل مريد حبيها يا ولا خد قطرة من الباس اسمع بكهربا وداخل مني فاسد اللي تعلم تبين لسوعته بالماس سلكت نفسي ياما بس من داخل بكهرب واللي لمس السلك من جوه خد الكهرباء الكهرباء بتاعتها جايه من الضغط العالي اللي لمس السلك جه داخل الكهرباء ودخل دواخله من جوه في الداخل شور له العفريس يا ولا قال له اشرب من الداخل
في النظر سيدنا الحسين الملك سيدنا الحسين الملك خلي المملكة كلها يا ولا وصبح سلطاننا على الملك سيدنا الحسن أبو عبد الله الست ده تندي للمريد اللي انكتب عندها بالأول وقال انت فاكر الاسباب خدت مرور للأول اللي نظرتهم من العواجز دخلته الأول لما طار واستوى المريد يا ولا دخل الخمارة يتلسوع خمرها خمر ولا مية ولا لبن هتقولينا يا عم عباس سيدي النبي لما كان يشرب من الخمرة مرضيش والمية برضه مرضيش شرب اللبن وقال لك يا عم ناصر شرب التلاتة في كاس واحد اصل اللبن فين اللبن والخمر والمية يا مية يا علي الخمر بتاعنا احنا بيتوه الفكر ما بيحطهاش بيذوب العقل وفيه مية بتجهد العقل وتخلي المريض نايم اما خمر اسيادنا خمر اسيادنا من فوق يا ولد خمر الدلالة حنن اللي شرب مر خمر يا ماما زينب بيتوه بالغرام مر اخش لما الخمارة ولا استنى بر ناداني سيد محمد العتريس وقال لي اسمك على الشاشة مر وانت كان اسمك في تسريح الخمر يا راية في تسريح الخمر يا خمار سبلين ولا وسقي لما مروري على الست كان مكتوب بقى مر وصد يا صد خمرهم عندنا يا عم عبد الناصر كملوا على نور ما هو اللبن النور التاني اللي ليه على النور يا ولد بقى منه حلم ومية منه كل شيء حي يا سيدي علي
الوصل موصول زي نور المصطفى من ربنا موصول والروح في الأولية وأهل بيت النبي موصول الروح واحدة سرية فينا وفيك يا ولا ولما دخلتي أنا الخمارة صبوني الكاس وشربتي أنا وطيب الإحساس على دايرة اللمس في لمس على مدارك العمر يا مزانة يا بنت الإمام خليني في هواكي انت سبب الحب انت سبب الحب انت سبب الحب سيد الخليل على الحب 20 ساعة إن شاء الله.